المغرب بوحدنا ربما ما نقدروش اننا نوجدوا لهذا المباراه العالميه، لان كتكون فروق خاص تكون عندك بنيه تحتيه، خاص يكون عندك تنظيم، خاص يكون عندك لوجيستيك، خاص يكون عندك واحد العدد ديال الامور ربما اليوم المغرب ما كيتوفرش عليها. ولكن ملي كتكون امام تحدي تما كتكون لك فرصه باش انك تتقدم. وكل هالبلدان اللي جرات فيها مباراه كبيره، يعني انا كنتذكر ملي كانت جرات الالعاب الاولمبيه في الصين، كيفاش الصين قضت على بعض العادات السيئه وكيفاش انها اهلت راسها وحصلت حصدات واحد العدد ديال الميداليات. ولهذا هادشي اللي كنتمنى نوجدوا راسنا لسبانتايا. كل هذه فرص كنتمناو انه احنا غير اللي كنطالبوا به هو الرقابه، هو النزاهه، هو انه هذه الامكانيات التي ستتاح للمغرب تمشي فيما يفيد، تمشي فيما يفيد باش وليدات المغرب يستافدوا. احنا بغينا اكاديميات ديال الرياضات بكل انواعها تكون في المغرب كامل باش يمكن لنا نستعملوا هذه الفرصه هذه نبرزوا طاقات اخرى مغربيه، نبرزوا المغرب بكفاءاته في العلوم، في البحوث، في كل حاجه، باش يمكن لنا الناس يشوفونا ماشي نظره دونيه، يشوفونا واحد النظره ديال الاحترام. الفريق ديال الكره المغربي دار انجازات مهمه جدا خصوصا خلال كاس العالم الماضي، وهذا الشيء جعل العالم كله كينتبه للمغرب وكينتبه لنا، لان هذا انجاز ليس بسهل، ولكن خدينا منه واحد العدد ديال الدروس. الدرس الاول هو انه شبابنا ملي كيتضعف في واحد يعني المناخ اللي هو ايجابي كيمكن له يعطي العطاء الكبير. حنا شفنا مثلا المدرب ديال الفريق الوطني كيفاش كان كيشتغل مع الوالده ديالو، كيفاش انه وصل للعالميه بفضل المثابره ديالو والعمل. يعني هذا درس للشباب انه اللي كيعمل كينال، يعني خاص الشباب يتشجع ويثق في نفسه ويقول حتى انا يمكن لي نشتغل ماشي غير في الكره ولكن في كل المجالات، وحنا محتاجين غدا الكفاءات المغربيه المتميزه. ثانيا هذا الشباب المغربي بين لنا بانه عنده قيم عاليه رفيعه، وتحترم الوالدين ديالو، تحترم الشعب ديالو، وباغي الخير. وهذا القيم الرفيعه لقيناها ايضا اليوم مع الزلزال اللي صاب المغرب، ولقينا الشعب المغربي كله متحلي بقيم رفيعه في واحد الزمن اللي ولا فيه انهيار المنظومه ديال القيم. ثالثا الشعب المغربي ولا اللعابه المغاربه بينوا بانهم قادرين يتضامنوا، وبينوا خلال يعني المونديال تضامنوا مع اخواننا الفلسطينيين وحقهم في تشكيل دوله مستقله والعاصمه ديالها القدس، والعوده ديال اللاجئين، ويخرجوا الاسرى باش حتى الفلسطينيين يبنيو دولة ديالهم مستقلة. أعطونا دروس كبيرة حيث العالم كله التفت لنا ولينا مفتخرين وكنقولوا حنا مغاربة. هذا الإنجاز اللي كاين في الكرة، واليوم غدا في 2030 غادي يكون المباراة في المغرب وفي البرتغال وفي إسبانيا، خاصها تلقانا مؤهلين أكثر. النسبة الأمية خاصها تكون انخفضت، حنا خاصنا نخدموا في هذا الاتجاه. الشباب ديالنا العاطل ما يبقاش تقريبا، ونخدموه ونخلقوا فرص الشغل. الجامعات بحال الجامعة اللي كنتكلموا منها اليوم اللي هي جامعة الحسن الثاني ديال الحقوق وديال يعني ديال 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 العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه تكون زادت ازدهرت، فيها 40,000 ديال الشباب اللي هو كيقرا. بغينا تخرج لنا كفاءات عاليه، وبغينا تشجع البحث العلمي، والكليه اللي حداها ديال عين الشق ديال العلوم الصعبه اللي انا فيها استاذه، بغينا حتى هي تقدم. بغينا جميع الكليات التعليم العمومي يتقدم. بغينا بلادنا توجد راسها لكاس العالم ماشي غير بالملاعب وبالفنادق، بغينا توجد لنا هاد المغاربه اللي هما قادرين على التضامن، هاد المغاربه اللي هما حاملين قيم رفيعه، هاد المغاربه اللي بغيناهم يقراو باش يوضعوا المغرب على السكه ديال الديمقراطيه، على السكه ديال العداله الاجتماعيه، وعلى السكه ديال النهوض بكل جهات ديال الوطن، وباش نصونوا الكرامه ديال كل مغربيات ومغاربه.